هذا على الأبيات اللي تصير بعض الأبيات تصير مهن ركبان وتصير مثل وتصير. هذا الشاعر عبد الله بن سجوان الرويس العتيبي، ما له قصيد واجد مشهور، لكن له ثلاث أبيات صارت مضرب مثل عند الناس كله، وبنجيبها بلحن عشان تصير على ما قالنا. معي أبو عبد المحسن معك ورهنون الربي. يقول صدى صدى، أعطونا صدى يا جماعة. طبعا هو صارت له قصة، طلع هي ولده وراحوا من ديرتهم وأبعد عن أهلهم، صارت لهم بعض القصص يعني، وجاب الثلاث أبيات هذه وصارت مضرب مثل. يا سلام. يقول يد حمدي ران الرفاقه مريفه واللي مع الاجنبي تسنه على نار، ياللي مع الاجنبي تسنه على نار، الطيري بالجنحاني محسر رفيفه ولا انكسر حد الجناحين مطر، ولا انكسر حد الجناحين مطر، ويمنا بلا يزرع تراها ضعيفه، ورجل بلا ربع على الغاب نصبر، رجل بلا ربع على الغاب نصبر، ويمنا بلا يزرع تراها ضعيفه، يا سلام، رجل بلا ربع على الغاب نصبر، رجل بلا ربع على الغاب نصبر. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك.